يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير والمحبة والعافية عليكم، يا رب يكون يومكم ونهاركم مليء بالسعادة والطاقة الإيجابية وبداية نهار ويوم سعيد على الجميع. أهلا بكم وحياكم الله بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة من على شاشة قناة سمراء الفضائية. سأكون وياكم على مدار الساعة من الوقت على الهواء مباشرة، أكيد مثل ما عودناكم مع أجمل الفقرات وأيضا جولات وأيضا ضيف من ضيوف الظهيرة المميزين. مشاهدينا خلينا نبلش بأول فقرات الظهيرة وهي فقرة حديث الظهيرة. حديث الظهيرة اليوم حول موضوع تأثير الإعلام على المجتمعات العربية خصوصا الإعلام العراقي. الإعلام هو أقوى سلطة بالبلد، حتى أقوى من أي رأي عام، هو اللي يشكل الرأي العام. بالتالي الإعلام هو اليوم على تماس مباشر ويا القضايا الاجتماعية والسياسية والدينية وكل القضايا اللي تخص المجتمع، فبالتالي الإعلام هو تأثيره جدا كبير على المجتمع وعلى الناس بشكل عام، وينقسم إلى قسمين، منها القنوات الفضائية ومنها السوشيال ميديا. وبصراحة كان التأثير للسوشيال ميديا أكثر من الشاشات الفضائية لأنه يكون أقرب إلى الناس، أقرب لهم بكل الوقت. ممكن أنه شخص هو ودي يسوق يقدر يشوف الأخبار يتصفحها من خلال السوشيال ميديا أو من خلال يعني البيج للقناة على السوشيال ميديا. فبالتالي لازم نكون احنا اليوم اصحاب محتوى هادف من خلال العرض للناس، لازم نعرض للناس اشياء مفيدة، لازم ما نشوش تفكيرهم، لانه بنفس الوقت اكو هناك بعض الجزء من الاعلام يسمى الاعلام الاصفر، لانه هذا اللي يبث السموم للناس، وايضا ممكن هو يستغل مشاعر الناس، يستغل عواطفهم، يشوش افكارهم، ينقل لهم افكار سلبية. فبالتالي اليوم لازم يكون احنا اختياراتنا دقيقة جدا الى المواضيع اللي تطرح للناس وايضا الى كل تفصيلة يشاهدوها، لانه ممكن انه يعرض معرض طفل انه يشاهد هذا الشيء، ممكن هو معرض رجل كبير بالسن يكون عقليته عقليه يعني رجعيه، او مثلا مثل ما يقولون احنا تفكير اهل قبل مو مثل تفكير هسه، ممكن هو يفهم الشيء غلط. خصوصا اليوم الاشاعات اللي تنتشر بشكل جدا واسع عن اسعار الدولار، عن الوضع الامني، عن الوضع الاقتصادي بالبلد، كل هذا نشوفها انتشارها جدا سريع. فبالتالي اكو بعض الناس هم يعني يكونوا ما عندهم ثقافة عالية، او مثلا عندهم فد رهبة من هذه المواضيع، راح يكون عندهم خوف وردة فعل، راح يزرعون الخوف بالناس من خلال نشر الاشاعات. بإذن يعني احنا اليوم عندنا رقابات وايضا عندنا كثير من الناس اللي تتابع هذه الأمور، لكن ما نقدر نسيطر على هذا الكم الهائل من عدد الصفحات على السوشيال ميديا ولا على كل ما تطرحه القنوات، لأنه بالتالي لازم اليوم الإعلامي هو اللي حكمه، أو حتى المدونين على السوشيال ميديا اللي حكمه هو ضميره، ما تهم المشاهدات ولا يهم العدد الفولورز اللي عنده، لأنه بالتالي هو مفروض يكون هو صاحب قضية وصاحب قلم حر يوصل كل الحقيقة للناس. لأنه بالتالي السلطة الرابعة اللي سموها للإعلام بالسلطة الرابعة هاي ما جاءت من فراغ، جاءت من أكيد من نقل للحقائق وكثير من التفاصيل اللي وصلوها للمشاهد. فبالتالي لازم إحنا نكون دقيقين بالمعلومة وأيضا دقيقين أكثر بنشر المعلومة وحذرين بإيصال المعلومة للمشاهدين. مشاهدي الكرام، نتحدث بهذه التفاصيل أكثر ومع ضيفي اللي راح ينضم وياي بالاستوديو، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، واكيد ما زلنا مستمرين معكم بحديث الظهيره لهذا اليوم، وانضم وياي ضيفي وخطارنا اليوم في الاستوديو المعد ومقدم البرامج حسين اهلين. نورتني استاذ حسين، مساء الخير. مساء النور علي ست النور، نورت، اهلا وسهلا ايضا بك. حياك الله استاذ حسين. بدايه نريد نعرف كميه تاثير الاعلام بالمجتمعات العربيه وخصوصا بالقضيه الفلسطينيه اليوم، نشوف انه اكثر يعني اللي شجع الناس ان هم يبادرون بالمساعدات ويساندون الفلسطينيين هو الاعلام من خلال القنوات ومن خلال السوشيال ميديا. حدثني اكثر عن هذا الموضوع. نعم ست، طبعا دور الاعلام هو دور كبير جدا في القضيه الفلسطينيه. نعم، الاعلام هو اللي ينشر الاباده اللي جاي يصير حاليا فلسطين والاحداث اللي جاي يصير، الحروب اللي جاي يصير، صراحه الابادات الجماعيه اللي جاي يسويها
الإسرائيليين لفلسطين. طبعا هذا الأمر أزعج الناس كثيرا والدول العربية كثيرا. الإعلام كان هو اللي ينقل هاي الصورة للشعوب العربية اللي خلاها أنه تبادر من ناحية المساعدات، الوقفات اللي جاي نشوفها، التظاهرات اللي بكل الدول العربية جاي تصير. أكو دول ما صارت فيها تظاهرات وما دعمت هاي القضية، لكن خلينا نسولف على الإيجابيات مال الإعلام إحنا بهذا الموضوع. هذا الموضوع كان دور الإعلام كبير جدا به، وكثير من المساعدات وصلت عن طريق الإعلام وعن طريق نقلهم لها عن طريق معابر الأردن عن طريق معابر لبنان. كان الإعلام هو الدور الأساسي والناقل الوحيد لهذه الطرق. نعم. طيب أستاذ حسين، اليوم أنت كإعلامي وكمقعد ومقدم للبرامج، وين تشوف أنه أكو بعض الأخبار السامة اللي توصل بتشويش لفكر الناس؟ ليش تجولها بعض الصحفيين أو بعض الإعلاميين لهذه الأفكار أو هذه المعلومات الخاطئة؟ نعم ستي، الفائدة من عندها كل فائدة ما بيها لهم أولاً، ثاني هم يستفادون من المشاهدات، يعني فقط انه يريد يطش، انه يحاول يوصل فكره حتى وان كانت خطا، ينقل او يمكن عنده مصدر نقل لهاي الفكره، هي الفكره مو صحيحه اكيد، بس ينقلونها ويحاولون يشوشون هاي الافكار حتى الناس تنتبه لهم وتركز لهم حتى يحرفون هاي القضيه والهدف من الاعلام الحقيقي. يوم شوف انه يقدر يصنع ثوره الاعلام؟ ممكن بعض الاحيان. يعني يكون له تأثير قوي، يعني بحيث انه هو يعني ممكن انه يخلي انقلاب ببلد معين، يصير ثورة، يصير تظاهرات. ست مو شوف، هي المشكلة الإعلام مو حر، يعني حتى بالعراق حاليا صراحة مقيد، يعني شلون مقيد واحنا اليوم مقيد حرية من ناحية تعبير الرأي؟ حرية التعبير الرأي مقيد، انت اليوم ما تقدر تطلع على فضائية او إذاعة وتحكي على شخص سياسي، ممكن يرفع دعوة على قناته، وصارت عندنا كثير من القنوات اليوم حكوا على حزب معين، حزب الشخص سياسي، وتم يعني اتخاذ هواي اجراءات بحقهم من قبل إدارة الفضائيات. يعني انت مقيد من كل الجوانب صراحة بالعراق للأسف هذا الشيء. نعم. ماكو حرية التعبير عن الرأي اليوم مفقودة بالعراق هذا الشيء. يعني قليل إعلاميين، وحتى وان كانوا يتحدثون بهذا الامر فهم ما موجودين داخل العراق. تكي تعرفين بعض الصحفيين ومقدمي البرامج اذا اراد يحكي وينتقد ويحكي كلمة الحق لازم يطلع خارج العراق، يلا يقدر يحكي هذا الكلام. طيب اليوم شلون الإعلام يكون مهني أكثر بعمله؟ تعرف إنه إحنا اليوم مهنتنا لازم تحكمها الضمير والمهنية. نعم. شلون الشخص يكون مهني أكثر وأيضا دقيق بطرح المعلومة أكثر؟ حسب المصادر اللي يأخذ من عندها الأخبار. يكون مهني أكثر وحقيقة أكثر، يعني ما يحاول يزيف الأخبار حتى يستفاد من مشاهدة معينة من قاية معينة. المهم تكون إنه قاية الوحيدة هي نقل الخبر. هو الإعلام وسيلة ينقل، يعني الإعلام وسيلة بين المشاهد حتى ينقل الأحداث والأخبار الجاي يصير. فالمفروض يتأكد من المعلومة من المصادر اللي يجيب من عندها الأخبار حتى ينقل المعلومة للمشاهد. طيب اليوم إنه قصدك إنه المصدر لازم يكون دقيق 100% جدا وتأكد من عنده، مو أي خبر اليوم تسمعه وتنقله راح تنقله للشاشة مباشرة، لأنه هاي الناس شوف حسب بساطتها راح تصدق اي شيء اليوم ينطرح من خصوص، احكي عن الفضائيات انا حاليا مو عن المواقع التواصل، اي شيء ينطرح من فضائي ممكن العالم تصدقه ومتاكده، يعني المفروض يتاكد من اي خبر يمكن تم طرحه. طيب استاذ حسين، انت ذكرت لي انت درست بورشات وايضا تحت ايادي واشراف اساتذه. نعم. بهذه الورشات ايش قد ضافت لك؟ الورشات التدريبية هي مساعدة للناس وأضافة كثيرة للي يحب يكون بالجانب الإعلامي. من ناحية العملي يعني أنت ممكن تروح هسه حاليا ماكو مكان تلجأ لغير الورشات حتى تتدرب. نعم ست، الورشات التدريبية بها فائدة كبيرة، بس المفروض تختار الورشة الصحيحة. يعني اليوم أنا من أبحث شلون أختار الورشة الصحيحة؟ تتأكد من عندها الهدف أو القاية من هاي الورشة إن كان حقيقي أم إن كان تجاري. إذا كان هدفهم تجاري هو فقط تدفع أموال ويدربوك على آلات، ممكن هذا الشيء هم هدفهم تجاري. أما الورشات الحقيقية اللي هي بها ميداني، يطلعون ظهور ميداني، تستفادي على موقع التصوير، تقديم البرامج على الإعداد بشكل حقيقي، مو فقط يطوق شهادة أو باج مزيف والله يقولوا لك إحنا تخرجت من كذا ورشة، ما نريد نذكر أسماء. أنا كفت معلومة اليوم أنه أنا أشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعض الورشات والدورات التدريبية تطرح أنه ينطوهم باج معترف به من نقابة الصحفيين، لكن هذا الشيء غير صحيح. اليوم كل الورشات الأهلية هي غير معترف بها من قبل نقابة الصحفيين، لكن هي لجذب الشباب أو البنات الراغبين بدخول الإعلام. نعم أنا لاحظت هذا الشيء بكثرة، طبعا أنا ما أريد أعمم عن هذا الشيء، لكن الأغلب والأغلب أنهم فقط على مود الباج، والباج فقط هو ما معترف بها نهائيا من نقابة الصحفيين. وكذلك لا تفيدك بنهاية أي شيء، فقط اسم والاسم ما معترف، ممكن تتعرض للمساءلة القانونية إذا كنت تحمل باج غير رسمي
غير معترفين من نقابة الصحفيين، للأسف هم يروجون ويكسبون الشباب عن طريق هذا يعني الطرق اللي عندهم، مثلا هويات، شهادات شكر تقديري، هاي ما تقدم لك شيء، ما تضيف لك انت كاعلامي بقدر ما تضيف لك انه كيفيه تدريبك وتعليمك على الاستخدام والممارسه والعمل الميداني بالاعلام. طيب هاي الباجات ما انصح بها نهائيا يعني، لانه الاغلب معترف بها. هذه الورشات تصنع اعلامي ناجح؟ اي ممكن بعض الاحيان تصنع، اذا كان شخص مجتهد ومحب لعمله ويعرف يحترف ممكن توصله. ممكن هو يحتاج لدافع، ممكن يحتاج لتدريب عملي حقيقي، يمكن يوصل جدا طبيعي. وبس احنا خلينا نحكي عن نسب، يعني 70% يفشل و 30% ناجح. ايش قد الاعتماد على موهبته اكثر من هذه الورشات او حتى من خلال دراسته مثلا لكليه الاعلام؟ شوفي احنا خلينا نكون صريحين اليوم، كليات الاعلام ما تخرج يعني ما نقول احنا ما نريد نسيل، كليات الاعلام تدرس مهني لكن ماكو شيء اسمه عملي، عندهم المشكله العملي جدا مهم اليوم. صح. انا اليوم ادرس منهج امتحانات وكوزات وتفاصيل ثانويه، هذا ماكو ما يعني اشوف به فائده يعني كخبره كثقافه واسعه تقدم لك الجامعه تقدم لك كل شيء، بس كعمل ميداني ما عندهم. يعني حتى اذاعات الان بالجامعات العراقيه مو موجود هذا الشيء، ما يخرجوهم حتى ما يودوهم مثلا القنوات الفضائيه خليه يدربون، اعمل وياهم مثلا لقاءات ما يعني برامج ميدانية أسوي لهم حتى يستفادون أكثر. أنا برأيي الشخصي شوفوني كتجربة شخصية. نعم. بصراحة هم كل أساتذة الإعلام هم يدرسون أحيانا إن هو تعرف هو القسم إنساني، فبالتالي بكثير من المجالات وكثير من المواد اللي تدرس. نعم. وأيضا ممكن هو يروحون يعني إلى قنوات تلفزيونية وأيضا يشاهدون اليوم عملية عندهم مشاركات ثانوية صنع الخبر لكن هي تعتمد على الطالب نفسه، لانه بالتالي انت اليوم مثلا تدرس اي قسم اخر راح يدرسك كل المواد، لكن من بعد التخرج الحياه العمليه تختلف تماما عن الحياه. يجب ان تعتمد على نفسك يعني صراحة. بالضبط، هو الاعتماد على النفس وانه مجهود فردي عليه يشتغل على نفسه راح انه ينجح بمجاله، بس مو من خلال الدراسه فقط. طيب اليوم السوشيال ميديا اخذ حيز جدا جدا كبير من حياتنا وايضا من تفاصيلنا اليوميه. نعم. ايش قد قدم لك انت كاعلامي او كمقدم برامج السوشيال ميديا؟ كشفت انه تفاعل الناس وياك من خلال السوشيال ميديا؟ نعم صراحه يعني احد الناس اللي كثير واستفاديت من مواقع التواصل الاجتماعي. بس كان توجهه صحيح، يعني اختار الشيء الصح، يعني مو اروح اليوم اي شخص اعلامي ممكن يفيدني، ممكن يقدم لي نصيحه صح، ممكن يفيد الناس. انا انصح الكل انه يتابعون ويشاهدون الاعلام الصحيح اللي صاحب الرساله، مو إعلام يجي اليوم يدور فقط مشاهدات، أنا أبحث عن مشاهدات، أتهجم على كذا شخص، هذا مو إعلام، نهائيا مو إعلام. أنا يجب أن أختار الإعلامي اللي أستفاد من عنده اللي يكون صاحب رسالة. أنا كشخص استفاديت من مواقع التواصل، يعني خلينا نقول إلى حد ما، يعني ربما بعض الأحيان فادتني وربما يعني ما استفاديت من هذا البحث. اللي ما استفادت من عنده اللي هو الانتقاد صراحة، من تقدم عمل على مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول ما يلاقي إعجاب الناس بشكل كبير، ليش؟ لأنه مو على منصة، يعني يحتاج منصة حتى تظهر من خلالها عملك. لكن يعني تعرف يمكن إنه إحنا العراق ومصر أكثر بلدين يصير في انتقاد على الظواهر المجتمعية. أكيد. لكن أكيد بنفس الوقت أكو انتقادات بناءة. نادرا موجود عندنا هذا الشيء هنا. ما صادفك انتقاد بناء خلاك تعدل على جزء جزئي معين من مستواك؟ يعني حتى التعليقات اللي تجينا على مواقع التواصل ندخل ونستفاد منها، كليتها تقريبا اقراها 90% من عندها اقراها. اكو انتقاد بناء بس نادرا هذا الشيء، بس نستفاد من عنده. الانتقاد البناء هو نصيحه طبعا ومهم جدا. انا اليوم من ينتقدني شخص انا استفاد من عنده، انا نفسي استفاد من عكسك، وناس لا الضوج لا بالعكس، هو من ينتقدك هو جاي يفيدك، انت جاي يضيف لك شيء، جاي يقول لك انت جاي تمشي غلط، مش على هذا الشيء الصح، فهو راح يفيدك افاده كبيره طبعا. طيب حدثني عن اهميه اللغه. تعرف انه يعني من تدرجات الاعلام الناجح يبدي من المراسله الى الاذاعه الى ان يصعد الى الاستوديو ويكون مقدم برامج. اليوم شلون اشتغلت على لغتك وايضا على صوتك؟ لانه اليوم خامه الصوت وايضا مخارج الحروف لها دور كبير. كبير نعم. انا صراحه اكو اساتذه باليوتيوب جاي ادرس عليهم، وايضا بالدورات طبعا كل الشكر والتقدير للست بسن زيداني الاعلاميه الاردنيه اللي جاي تشتغل على هذا الموضوع. احنا مجموعه من الاعلاميين جاي ندرس عليها عن طريق الانترنت، عن برامج التليجرام او الميت، ناخذ محاضرات خاصه بالصوت. انا احد الاشخاص اللي يعاني من اللغه.
طبعا اللغة أهم شيء هي عند الإعلامي، لغة ومخارج الحروف، وهاي التفاصيل هي مهمة جدا. أنا اشتغلت عليها بس لكن لحد الآن أنا أعاني من بعض الأحرف ومخارجها، وأتمنى أنه الجميع أنه يحاولون هذا من الأشياء المهمة اللي لازم يمتلكها الإعلامي، هي اللغة الصحيحة والنطق السليم، هي يعني مهم جدا أنا أشوف هذا الشيء. أكيد طبعا. نعم. طيب اليوم أنه بعض البلوجرز من حتى الشباب والبنات قاموا يدخلون إلى مجال الإعلام فقط لأنه ما عندهم أرقام عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حسيت أنهم جرفوا الإعلام إلى نقطة سوداء؟ الإعلام العراقي أو تقديم البرامج، لأنه تعرف اليوم كلمة إعلامي لازم هو يكون يعني بروفيشنال بكل شيء، من ناحية كتابة التقرير، من ناحية المراسلة، من كل جوانب الإعلام إلى أن ينال كلمة إعلام. إعلام صحيح. مو فقط اليوم أنه هو يطلع مقدم برامج ويسمى إعلامي. أنا أشوف صراحة يعني البعض الأشخاص أو بعض المشاهير، خلينا نقول أصلاً إحنا المشهور قمنا نسميه إعلام صراحة. صح. أكو كثير من النساء عندهن شكل محبوب، شكل طيب مع الكاميرا، فقامت تطلع وتصور نفسها وتنشر يومياتها، فإحنا نادي لها إعلامية، النادي الفلان من الناس، سين من الناس يطلع نفسه ويصور، هو عنده متابعين، عنده فلورز كثير، فإحنا نقول عليه إعلام، وهذه المسميات خاطئة. الإعلام يجب أن يكون دراسة صحيحة، يجب أن يكون خبير بمجال عمله، مو إنما فقط طلع صور نفسه وحكى كلمة كلمتين صحنا على هذا الشخص إعلامي. هذا منطق لازم يكون على الشخص الصحيح أن تلقى هذا الاسم. طيب حسين، آخر سؤال قبل ما أختم وياك، مستقبلا ناوي إنه أنت تشتغل على نفسك أكثر وتقدم محتوى هادف للناس؟ أكيد أنا يعني عندي طموح جدا كبير، وحاب أقدم كثير من الرسائل وكثير من البرامج حاب أقدمها بالمستقبل إن شاء الله، وأنا عندي طموح كبير بهذا المجال، محب هذا المجال بشكل مو طبيعي. أنا عندي خبرة أكثر، 4 سنوات جاي أدرس وأتعب على نفسي بهذا المجال، عملت كثير من المحطات وبالإذاعات وبوكالات تدريبية، فحتى أوصل اللي أريد أنا يعني. لكن نقول وصلت لطموحك؟ لا أكيد أنا يعني طموحي بعد أكبر وأكثر إن شاء الله. وين يوصل طموح الإعلامي أو مثلاً اللي هسه خلى بداية يعني خطواته بالإعلام، لحد وين يوصل ويتوقف لو تشوف إن هو لطموحه وأهدافه ماكو توقف؟ أنا مو صحيح نخلي سقف للطموح مالتنا، وهي المفترض نقول إن طموحنا أكثر، لوين من وصل نطمح أكثر للقمة تتسع الجميع، إحنا الكل طبعاً. اليوم يحب يوصل هاي القمة ويكون بعد أكثر وأكثر يقدم للناس ويستفاد من نفسه ويشتغل على نفسه، فإحنا ما نريد نخلي سقف توقع، ما نريد نخلي سقف لطموحنا، إن شاء الله نوصل. طيب صار أكو تعاون بينك وبين أحد الإعلاميين البارزين؟ يعني اكو اعلاميين صراحه جاي يقدموا لك نصائح؟ اي اكيد. الاعلاميين الاعلامي مرتضى الحمامي استفاديت من عنده كثير، هو احد اساتذتي طبعا، استفاديت من عنده بشكل مو طبيعي يعني، لانه هو دائما كان ويانا ويساندنا بكل شيء، ما يبخلون عليكم بمعلومه نهائيا. اكو كثير من الاعلاميين حاليا جاي استفاد من عندهم، احنا كمبتدئين كشغلنا وياهم مثلا تعاون نريد نسوي فكره نطرحها عليهم نستفاد من عندهم، يعطونا بعض النصائح. نعم. طيب أستاذ حسين، اليوم أنه شفت أنه أكو هبة كبيرة من وزارة الداخلية على جماعة المحتوى الهابط، لكن بعض البرامج يعني بصراحة أنا أتصفح بها أشوف أشياء يعني مو بس مخلة بالأخلاق وليس، إنما هي عابرة هذه المراحل وأيضا يعني غير لائقة جدا لأي طبقة مجتمعية. نعم. تشوف انه هاي الحملة اعلامية نجحت؟ خوفت بعض الاشخاص من جماعة المحتوى الهابط؟ نعم، انا طبعا مع هاي الحملة وبشكل كبير ومن داعمين لها. هاي الحملة صححت كثير من الاخطاء، كثير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ما نقول عليهم مشاهير ولا نطلق عليهم اعلاميين واي مسمى ما نطلق عليهم، يعني هم مو بضمن هاي المسميات جاي يطلعون محتوى هابط جدا مسيء للمشاهد. احنا اليوم المشاهد عوائل عراقية عندنا على الشاشات وعلى الموبايل وعلى برامج التيك توك، فإذا يظهرون بشكل يعني غير لائق اولا المنظر والشكل مالته، دا ينطون افكار الاطفال، كثير من الناس تاذت بسببهم هاي يعني بشكل مو طبيعي. فاحنا مع هاي الحمله بس هي ما جاي تطبق بشكل صحيح للاسف، يعني ما تطبق على الكل. البعض نشوفهم اليوم يظهرون على الشاشات ونفس الساعة ونفس المحتوى الهابط بس ماكو من يحاسبهم، واكو لا طبقت عليهم واكو لا، بس احنا نتمنى من حكومتنا ومن وزارة الداخلية نطبق هذا الشيء بشكل صحيح وعلى الكل يمشي هذا القانون، حتى على اللي يظهرون على الشاشات ويقدمون محتوى هابط او مسيء المفروض يتحاسبون. طيب انت كمعد برامج، نعم، شلون تختار الفكرة لبرنامج معين بحيث انه هو يكون جاذب للمشاهد؟
حلو، احنا اليوم طرق اعداد البرامج التلفزيونيه هي عديده. نعم. مبدئيا اذا تريد تعد برنامج انت اكو طرق لازم خطوات تطبقها. الخطوه الاولى لاعداد برنامج تلفزيوني ناجح هو احضار ورقه تعريفيه عن البرنامج. بالبدايه لازم تختار اسم البرنامج مع نوعيه البرنامج وموضوعه، تكتبها بالخطوه الاولى هاي اسم البرنامج وموضوع البرنامج بالضبط. نعم. بعدها لازم تحدد انت نوع البرنامج شنو اللي لازم تقدمه، مثلا برنامج ميداني، برنامج يحتاج استوديو، برنامج بث مباشر، تحدد البرنامج. نعم. الخطوه الثالثه والخطوات المهم والاهم انا اشوفها هي تحدد عدد الحلقات. لازم يكون هذا البرنامج مثلا 20 حلقه 15 حلقه، يعرض بشكل اسبوعي او بشكل يومي. نعم. الخطوه الرابعه هي اعداد برنامج تلفزيوني. الوقت هو من العوامل المهمه للبرامج، يجب ان يكون مثلا البرنامج ثابت 25 دقيقه تلفزيونيه، مو حلقة مثلا 50 دقيقة وتجي بعض الحلقات 25، فهذا الشيء مو صحيح. يعني إذن الوقت هو عامل أساسي. عامل أساسي بتقديم البرامج. بعدها أنت لازم تحدد الفئة المستهدفة. بعد اختيار البرنامج أنت لازم تكون يعني مركز جيد حتى تختار الفئة المستهدفة، مثلا حسب مثلا إذا كان البرنامج يخص جنس معين أو يخص اهتمام معين أو موجه لفئة معينة لازم تختارها. بعد ما اخترت الفكرة ونوعية البرنامج واسمه وعدد حلقاته تروح تبحث عن هذا الموضوع، تجمع أسئلة بقدر ما تقدر، إيش قد ما تقدر تجمع أسئلة ومعلومات وفقرات عن هذا الموضوع، ابحث عن طريق سوي سيرش عن جوجل، يوتيوب، فيسبوك، عندك كتب إذا تقدر تجمع عن هذا الموضوع، فحاول تجمع عدد كبير من الأسئلة وأيضا فقرات. بعد هاي الخطوة لازم الخطوة الأخيرة واللي هي ترتيب الفقرات. لازم انت الاسئله ترتبها، مو تجيك سؤال يختلف عن سؤال، حتى المشاهد يبغى وياك على تواصل ما تركز من شيء. بالضبط، تكون اكو استرساليه بالكلام وايضا بالفقرات. جيد. بسبب انه انت تنجح تطلع ببرنامج ناجح للمشاهد. استاذ حسين انا نزل اجاك لختام حديثي، جدا استمتعت بالحديث وياك وبالتوفيق لك يا ربي، اشوفك منور الشاشات. شكرا لك، انا سعيد جدا، وشكرا لقناه سامراء الفضائيه، وشكرا ايضا للست شهد على هاي الاستضافه الجميله. انا سعيد جدا بتواجد اليوم وياكم، واتمنى كنت ضيف خفيف طلع عليكم. وبالاخير حاب اقدم نصيحه لكل اللي حابين يدخلون مجال الاعلام، حاب اقول لكم ان انت ما دام مبدع وما دام عندك هاي الموهبه وتحب توصل، حتى لو كنت باخر الدنيا فراح تجي فرصتك وتستفاد. استاذ حسين نورتني وشرفتني، شكرا لحضورك وحياك. انا سعيد جدا بتواجد اليوم وياكم. انا الاسعد. مشاهدينا الكرام، اكيد ما زلنا مستمرين وياكم، لكن عندنا انتقال الى فقره اخرى من فقراتنا وهي فقره جولات الظهيره مع الزميل خطاب القصاف. خلينا نروح نشوف الجوله ومن بعد اكيد راجعين وياكم. على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية، برنامجنا برنامج استراحة الظهيرة. جولة اليوم حتكون على الفوضى اللي موجودة بالشارع العراقي. اليوم احنا موجودين بتقاطع البياع وبمنطقة البياع، وتشوفون اليوم نظام ماكو، خربطة موجودة وفوضى موجودة، وماكو جراج محدد، ماكو جراج محدد حتى اصحاب السيارات اصحاب الكيات انه يطبقون بهذا الجراج. تشوفون اليوم الازدحامات اللي موجوده، وكل من طابق بكيفه زين، ويا ستر ربي من الحوادث اللي راح تصير بالشارع العراقي. السلام عليكم. السلام عليكم، شلون صحه؟ شو اخبارك؟ مقتنع بالوقفه مالتك هاي؟ والله شو اسوي، هم ما وفرنا موقف زين. اي المرور زين. يعني احنا وين نوقف؟ وين نطبق؟ ماكو جراج هنا؟ لا والله ماكو جراج، الجراج هذا يقبط بس كربلاء نجف، يعني بس محافظات بغداد. هاي فوضى ولا مو فوضى؟ والله فوضى، احنا نكيف نلتزم بس يخصصوا لنا مكان نطبق به. مشكلتكم بالمكان؟ اي والله مكان ماكو، والزحامات هاي شو نسوي بعد؟ الله يرزقكم يرزق الجميع. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، احنا بعدنا مستمرين وياكم، مثل ما نشوف الفوضى عامه على الكل. خيرك حجي. حجي احنا مو مناشده، تعلم استقل مناشده. شنو رايك بالفوضى اللي قاعد تصير بالشارع العراقي واصحاب الكيات؟ لا، المفروض الجراج الموحد هذا موجود. ايه. يسوي النظام مثل قبل. ايش يعني؟ لا الهيئه تلقاهم تتلقاهم منا هم ينهزمون منا. ويعني ماكو نظام. واحد يعرف نفسه انه ينزل من المكان المحدد
يصعد من منطقة إلى منطقة. ليش هنا والله ما موجودة فلان فلان منطقة مثلا الدورة بهالمكان توقف، مال المحمودية مكان آخر. يعني أقول قرات المرور شو الدورة؟ ما توقف المرور؟ المرور؟ المرور لا المرور ماخذ موقعه وزين يعني دي. شوف احنا قدامك الفوضى موجودة. اي هاي من يوخر المرور؟ من يوخر المرور؟ اي نعم. يجي مرور ويروحون. اي هي هاي احنا ما تصير لنا شغله. شكرا لك حجي. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون صحتك؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله وشلون امورك؟ والله بخير. وقفتكم هاي نظامية؟ لا مو نظامية. ليش؟ بس احنا بعدنا بالشارع. بالشارع بعد وين نروح؟ ماكو مكان لكم؟ ماكو جراج؟ ماكو جراج ما حد يطلع. الجراج ما مسدود. مسدود؟ اي مسدود، العبر ما يطب الجراج. ليش ما يطب الجراج؟ ما ادري، وقت علم على الماشي. مو انتم اذا تطبقون بالجراج راح يوصل للجراج. ما السيارات ما تاخذ بالجراج. السيارات هوايه ما تاخذ. انت مع القانون لو ضده؟ لا انا ويا القانون. ويا القانون. القانون شو يقول لك وين تطبق لازم؟ بالجراج. زين. واذا ماكو جراج وين تطبق؟ بالشارع بالشارع. ها مش على نص الشارع؟ اي ماكو شو تسوي وين نروح بعد؟ ماكو جراج ما حد يطب الجراج. شكرا لك. تدري اسرع بالجراج وانا احسن اول البارحه وصل 200 الف قصوني. 200 الف قصوني؟ اي هذا بالشكمه 200 الف باب معظم. خير ان شاء الله. اي ان شاء الله. شكرا لك. هلا حبيبي هلا. مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم ببرنامجنا برنامج استراحه الظهيره والفوضى نشوفها. السلام عليكم. خلي تجيب لنا امك حجي تعال امي. حجي هاي وقفتك نظاميه فجوة اروح لك. لا والله خربطه راسه بس شو ماكو شارع ازدحامات. زين. ايه. زين مو انتم تسوون الازدحامات مو غيركم. مو احنا من نطبق هنا؟ احنا قبل ننزلكم هناك ما يقبلون الا تنزلنا. لا اطبقكم من هناك. ما يقبلون. شو ما يقبلون؟ قول انا اذا سالتهم ضربت او سويت حدث انت صنع. والله يقومون يصيحون بالسياره. الله شاهد. ما متعاون وياك. اي والله العظيم شو تسوي؟ زين وشوارع ازدحامات وجسوره يعني بدهم مروجنا ازدحامات يعني تصور تروح على الباب المعظم للبيع بساعتين ساعتين ونص والله العظيم زين شو نسوي؟ شكرا لك. مشاهدينا الكرام انتهت جولتي اليوم وياكم برنامج استراحه الظهيره وشفنا اصحاب الكيات الموجوده وشفنا معاناتهم اللي قاعد يقولوها. الجراج هنا ساكتين المفروض يفتحون الجراج حتى تكون طبقه نظاميه. يقول لك هنا الناس نشيلهم على الماشي. لا انتم اذا تطبقون اليوم بالجراج غصبا على المواطن راح يروح للجراج حتى يصعد حتى ما يصير هالاختناقات والحوادث بالشارع العراقي. شكرا للمصور علي حسين لكم تقديم خطاب القصاب واقول لكم في امان الله. شكرا للزميل خطاب القصاب على هذه الجوله اللي قدمناها من ناحيه شوارع بغداد. للاسف اليوم الكيات واصحاب السيارات العبريه والتاكسيات وهي التفاصيل للاسف انهم يعانون من يعني اماكن غير مخصصه لهم للوقوف. طبعا بسبب اللود ما السيارات في الشوارع اليوم يعني صار فوق الطاقة الاستيعابية لشوارع بغداد. اليوم التضخم السكاني في بغداد صار بشكل جدا كبير، وأيضا حملة الإعمار اللي صارت بالفترة الأخيرة هي أثرت على الازدحامات. فبالتالي اليوم كل من على باب رزقه، أبو الكية أو أبو التاكسي أو حتى الشخص اللي طالع بسيارته لوظيفته، كل من رايح على باب عمله وعلى باب رزقه ما يقدر أنه يعني يأجل هذا الشيء، خصوصا اليوم أصحاب الأجور اليومية، أصحاب الكية، أصحاب التكاسي يحتاجون إلى مواقف خاصة، يحتاجون إلى نظام مثل قبل. يعني أوكي هي صارت سيارات كثيرة، لكن بنفس الوقت إحنا عندنا مجالات جدا كبيرة، افتحوا الطرق هناك، افتحوا الطرق المسدودة، عمروا لكن بأوقات مناسبة. ويعني التعمير اللي نشوفه حاليا ببغداد بشوارع بغداد ومسبب الازدحامات هو صار بوقت الدوام، بوقت اللود اللي يصير من قبل المدارس أو الجامعات يعني بالذروة. فبالتالي أكيد راح تصير ازدحامات، راح تصير مضايقات، راح تصير لا سمح الله حوادث مرورية. فإحنا نحتاج إلى أماكن لوقوف السيارات بشكل منتظم في سبيل أنه ما تصير هاي الهوسة وأيضا هذا الإرباط اللي
يصير بالشارع للسواق او حتى للاشخاص العاديين اللي يعني يكونون بدون سيارات. فنأمل انه يكون اكو باركات خاصه لوقوف السيارات وايضا نظام في سبيل انه نتفادى هاي المشاكل. مشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل لكم الى فقره اخبار الظهيره. خلينا نروح نشوف اول خبر ويانا لهذا اليوم. أول خبر هو عن الفنانة روجينا تشارك بسباق الرمضاني بعد تعاقدها على بطولة مسلسل جديد بعنوان سر إلهي. هاي الفنانة الجميلة اللي شفناها كنا بدور فدوى، ويعني أكثر ممكن دور هي برزت به وكان لها تأثير به في مسلسل البرنس في تقريباً أول العام برمضان اللي كان بسنة 21 أو 22، كان دورها جدا مميز وأيضا تركت بصمة في عقول كل الوطن العربي بدورها وأيضا بطريقة أدائها للدور. خلينا نروح نشوف خبر الثاني يعني لهذا اليوم. الخبر الثاني للأسف هو عن وفاة الفنان المصري عثمان محمد بعد تعرضه لأزمة صحية وعن عمر يناهز 88 عاما إلى جنات الخلد. هذا الفنان الجميل وصاحب الأدوار الجميلة المحترمة والمؤثرة اللي كان دائما يختارها بدقة وعناية لحد ما ترك أثر جدا جميل مو فقط بالوسط المصري حتى بالوسط العربي والعراقي. هذا الممثل كانت أداء جدا جميل وأدوار جميلة وأيضا تأثيره بالمشاهد كبير جدا. خلينا نشوف الخبر الثالث. الخبر الثالث عن الشاعرة شهد الشمري. احتفلت الشاعرة شهد الشمري بعيد ميلادها ابنتها مع مجموعة من البنات الأيتام. لفتة جميلة من الشاعرة شهد الشمري للأطفال الأيتام وفكرة جدا جميلة لكل المشاهير وأيضا لكل أصحاب المحلات والمطاعم اللي عندهم افتتاحية. بصراحة هيجي مبادرة إنسانية راح تزيد من ثقة الناس بكم وراح تزيد من شهرتكم، لأنه بالتالي هذا العمل الإنساني يزرع المحبة والإنسانية بقلوب جميع الأطفال. أكيد الشاعرة شهد اليوم هي سباقة بصراحة لكل الأعمال الخيرية وأيضا هي يعني كثير من المواقف المشرفة سواء بعمل الخير والإنساني، لكن يعني موضوع الأطفال وخصوصا الأطفال الأيتام ممكن يكون مؤثر أكثر بالشارع العراقي وأيضا يكون ممكن إنه يكون يعني تكون فكرة جميلة ومبادرة جميلة لبداية خير لكل الناس اللي عندها احتفاليات بالوقت المقبل. خلينا نشوف الخبر الرابع ويانا والأخير. هو عن عودة الفنان أمير الملقب بأموري للتمثيل بعد ابتعاده لفترة. هذا الفنان اللي قدر يوصل للناس بأدوار الكوميدية وأيضا خلال ولاية البطيخ وأيضا من خلال الأدوار اللي كان يتقنها. بالتالي احنا كوسط فني وكوسط تمثيل احنا نحتاج إلى هذه الطاقات الشبابية وأيضا إلى هذه المواهب اللي تكون عندها قدرة عالية بالتمثيل وإيجاد الدور بشكل صحيح. بالتوفيق لو إن شاء الله يا ربي عودة ملمونة. مشاهدينا الكرام، راح ننتقل لكم إلى فقرة ديكور. اليوم الديكور نتحدث عن موضوع بما إنه إحنا مقبلين على فصل الشتاء والأجواء الباردة أكيد راح نحتاج إلى السجاد أو الزولية بما تسمى باللغة العامة واللغة البيضاء. لازم يكون اختيارها بدقة وعناية وأيضا لازم تكون ألوانها مناسبة للون الحائط وأيضا لديكور الغرفة وأيضا لون مثلا التخم اللي مختار او مثلا يعني تكون الوان او حتى اكوفة. الموضوع جدا يعني يجذبني بصراحة الاناقة اللي تكون بها سيدة البيت وايضا المرأة اللي موجودة يعني بيتها. دائما نقول انه هو البيت هو مملكة المرأة، فاذا اناقتها وترتيبها ونظافتها تبين من منزلها من بيتها من اختيارها للالوان من ترتيبها للالوان. بصراحه يعني جدا انه بالشتاء جدا يجذبني انه اشوف ترتيب الصاله خصوصا الصاله او مثلا غرفه الجلوس او حتى غرفه النوم. لازم تكون اختيارات دقيقه
السجادة من غرفة النوم إلى الصالة، من الصالة إلى المطبخ، في كل مكان أكو سجادات مختلفة وأيضا ألوان مختلفة، لازم يكون اختيارنا بدقة وأيضا بعناية. مشاهدينا الكرام، وصلت لكم إلى ختام حلقتي في هذا اليوم، إن شاء الله يا رب استمتعتنا بفقراتنا اللي قدمنا لكم إياها من خلال برنامج الصراحة الظهيرة. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وشكر خاص لكل كادر العمل وكادر البث المباشر اللي كان مرافقني على مدار الساعة. من الوقت انتظرونا يوم غد إن شاء الله، يوم جديد وحلقة جديدة، إلى اللقاء.